سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، بون اليوم غادي نوجدوا واحد دو بيتزا، وحده كتكون بالخضره وليزيمانز، والاخرى غادي نديروها بالطون مع السر اللي غادي يكون هو لاباط ديالها اللي كتجي هشيشه ومقرمشه او ميم طون كتجي بنينه في المذاق ديالها. تبعوا معي المكونات. اول حاجه كنختار واحد فاش غادي نخلط، كندير فيه زلافه ديال دقيق ناعم ونص زلافة ديال القمح، دقيق القمح، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة، شوية ديال الملحة، وكناخد هاد الحليب المجفف، كناخد منه جوج المعالق. إلا ما كانش عندكم خدوا نص كاس ديال الحليب العادي. من بعد كندير معلقة ديال الزبدة لابخيغي ولا لدا اللي كانت عندكم. أبخي كنجيب واحد ربعة المعالق تقريبا ديال زيت العود، حتى هما ياد كنديرهم. هاد المكونات الزبدة وزيت العود كيخليوه رطب وكيزيدوه البنة. وبيان سور الا بغيتو تزيدو عاوتاني شوية ديال الزعتر، هكا كتاخدوه وتحكوه هكا بصبيعاتكم، هكا كيجي حتى هو مذاقو غزال. دونك دابا غادي ندوز باش ندوز هذيك الزبدة وزيت العود، دوك المكونات كاملين بحال نبسبس بيهم داك الدقيق ديالي كامل. هاد القضيه ضروري ديروها باش يمشي داكشي المكونات يمشيو على الدقيق كامل به. من بعد كنجيبو شويه ديال الماء وكنحاولوا نجمعوا به الخليط ديالنا، غريب المهل غير بشويه هكا نحاولوا نجمعوه. راه العجينه مع هاد الزبده والزيت العود راه كتجي فريمون رطبه، حتى في العجينه ديالها ما كتجيكمش قاطعه، داهي كتجمع لكم وكتكون رطبه. فوالا، من بعد ما جمعت العجينه غادي نخليها دابا ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا ونرجع ليها. ملي كتكون ارتاحت ليا ما كتنفخش بزاف حيت ما فيهاش الخميره بزاف. دونك دابا غادي نحاول نقطعها. هاد القياس اللي درت غادي يخرج ليا ثلاثه صغار تقريبا انديفيديوال. غادي نحاول نكورهم يكونوا متساويين باش يخرجوا ليا مقادين. فوالا هكا. تقدروا تديروا العجينه اكثر وتخليهم في الفريغو مثلا، ولا تخدموا بالقياس اللي بغيتوا. تقدروا ديروا دوك الصغيورين كاع. المهم انا درت هادو ديال انديفيديوال، يعني كيجيو شويه ماشي كبار وماشي صغيورين، ماشي دوك الصغيورين كاع. دونك هادو غادي نحاول نكورهم هكا ونخليهم حتى همايا يرتاحوا لينا شويه بما طلقوا شويه ونعاود نرجع ليهم. دونك دابا سي بون كيكونوا طلقوا لينا واحد، تخليهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. ودابا غادي نحاول نقادهم على شكل دائري غير بالمدلك، كيجي اسهل البنات من انكم تبقاو تستعملوا يديكم. غير المدلك دغيا تيطلقوا وتيطلقوا مقادين، سنو تبقاو تقادوا فيهم شويه بشويه، ماشي مشكل. زعما الى عواجت من شي جهه راه من بعد ملي كتصوب راه كتكون هي هذيك مقاده، غير حاولوا تمشوا معها غير بشويه بشويه، ما كتعيكمش بالمدلك. استعملوا المدلك، انا ولا كيجيني ساهل في العجينه هكا. كنستعملوا بزاف سواء في البطبوط سواء في البيتزا، هكا كيجي احسن ودغيا تيمشي معاك، ما تبقاش واخد الوقت بزاف باش تبقاي تكرسي فيه. دونك دابا هذه هي الطريقه، انا قرست الاولى، نفس الطريقه غادي نقرس بها الثانيه وحتى الثالثه. بقاو معايا تشوفوا الاخر.
دونك فوالا البنات من بعد ما قرصتهم ما كنقرصوهاش بزاف بزاف وما نخليوهاش عاوتاني عاليه بزاف بزاف. دونك دابا كنجيبو فرشيطه وكنحاولو نثقبوها كامله باش ماشي تنفخ لينا بحال الخبزه فاش ندخلوها الفران. دونك سي بون، هادي هي الطريقه اللي كندير، كنثقبها عاديه ومن بعد كنشعل الفران هكا، كنشعلو انا الفوق والتحت وكنديرو على درجه الحراره هكا 180 وسي بون. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الخضره ديالنا اللي غنديروها من الفوق. كنحتاجو كيف كتشوفو، كنشد البصله كنقطع هكا شرائح، فلفله دوائر، الدنجال حتى هو كنقطعو طولي، ومطيشه كنقطعها انصاف دوائر. دونك دابا كنجيب المقيله ديالي كنحاول نحط فيها شويه الزيت وكنشحر فيها هاد المكونات، كنستفهم بهذه الطريقه البنات. هاد الطريقه ديالي كيطيبوا ليا في ساعه وما كيتعجنوا ما والو، دونك بحال غير كنحاولوا نصهدوهم شويه. دونك هذه هي الطريقه، كنحاول نقلي شويه هاد البصله والفلفله مع الزيت ديالي. تقدروا تستعملوا زيت العود، سينو الا ما كانش تستعملوا الزيت العاديه. من بعد كنحط الدنجال فحال هكا، كنحاول نستفو شويه من الفوق. سي بون، دونك هذه هي الطريقه ديالي. غادي نخوي غير شويه الماء غير باش تلقى الخضره فين تطلق ليا، تكون النار شويه مهيله. سي بون، هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما طلقات راه ماشي طيب بزاف، خاصها تبقى شويه شاده في راسها، كتجي غزاله. دونك دابا غادي نطفي البوطه وغادي نستف مطيشه ديالي من الفوق. سي بون، هذه هي الطريقه. ودابا هذه غادي نخليها هكا، ندير عليها غير شويه ديال الملحه. سي بون، دونك دابا غادي ندوز باش نوجد شويه ديال لاصوص، هي اللي غادي ندير فوق من هذوك لي بيتزا. كنحتاج معلقه ديال مطيشه ديال الحك. هاد لاصوص كتجي ساهله البنات، ما تبقاوش ما محتاجينش تبقاو تطحنوا في مطيشه وداكشي. كتاخذوا شويه ديال مطيشه الحك، كديروا معاها زيت العود القياس وشويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال سكينجبير سينو ما تحتاجوش. دونك سي بون، تنبقى نخلط فيها مزيان 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 حتى كتجانس ليا. الا بانت لكم شويه عقده زيدوا عليها شويه شويه ديال الماء و سي بون، تبقاو تحركوا حتى يخرج لكم فحال هكا. هذه هي النتيجه ديالها، كتصيب ساهله حسن ما تبقاو تطحنوا في مطيشه ولا طيبوا فيها تتاو، كتجي بنينه على الاخرى. دونك دابا هادو هما لي بيتزا جاولي من بعد ما خرجتهم، ما كنخليهمش يطيبوا بزاف، غير كيتحمروا يشدوا في راسهم وكنخرجهم. دابا غادي ندهنهم من الفوق بمطيشه بجوج بيهم، وغادي نحاول نرش عليهم شويه ديال الموتزاريلا من الفوق. الا ما كانتش عندكم موتزاريلا تقدروا تستعملوا الفخوماج احمر، المهم الموتزاريلا حيت كتجيني انا كتجي غزاله في لي بيتزا. دونك هذه هي الطريقه، كنفرشوا شويه ديال الفخوماج. من بعد كنستفت الاولى درت فيها الدنجال، الفلفله، البصله ومطيشه. هذه هي ديال الخضره اللي غندير لها بليزيمانت، وهذه ديال الطون درت فيها غير البصله والفلفله وشويه ديال المطيشه، ما درتش الدنجال. دونك غادي نرجع هنايا الاولى وغادي ندير فيها هذوك لي ديمانس اللي كنت ديجا شحرتهم. هاد لي ديمانس تقدروا تاخذوا الدجاج وتقطعوه هكا شرائح صغيره رقيقه وكتقليوه هكا، كتشحروا غير في المقله راه دغيا كيطيب، غير بشويه زيت العود هكا ولا كانت عندكم هذيك صويا صوص تمام، كتشحروهم جيد في وما كياخذوش معكم بزاف الوقت، حتى سا دي بون شي 5 دقائق ولا هكا. سي بون، كنحاول نستفادو كلي زيمانس ديالي فوق من البيتزا، وكنكون هذا هو الشكل ديالها. سي بون، دابا كندوز لديال الطون. كناخد الطون ديالنا اللي كنستعملو كل واحد وشنو كيبغي. دونك الطون هكا كتحاولو دوزوه على البيتزا ديالكم كامله بها القياس اللي بغيتو، ماشي مشكل. وسي بون، هذا هو، هذه هي الطريقه ديالي اللي كنستعمل في لي بيتزا اون جينيرال. من بعد البنات كناخذ شويه ديال الموتزاريلا وكنحاول نديرها فوق من لي بيتزا ديالي بجوج بهم. هاد الموتزاريلا كيف قلت لكم كتجي غزاله في لي بيتزا، احسن من كتجيني احسن من الفخوماج احمر حيت كتذوب وكتبقى كتبقى معلكه هكا. دونك سي بون، جو بونس دابا غادي ناخذ شويه ديال الزيتون. بالنسبه لديال الطون غادي ندير فيها الزيتون الكحل هكا كيجي معاها زوين. وبالنسبه ديال الدجاج غادي نختار ليها الزيتون الخضر.
نتوما تقدروا تختاروا اللي بغيتوا، انا غير مجرد ديكور وصافي، ماشي شي حاجه. دونك دابا هذا هو الشكل ديالهم نهائي قبل ما يدخلوا للفران، كيجيو فحال هكا. انا كيعجبوني هاد النوع ديال لي بيتزا، من نهار استعملت هاد لاباط ديال هادي اللي خدمت معكم اليوم ما بقيتش كنستغنى عليها، كتجي غزاله فريمون وبنينه، اللي داق عندي تيحمق عليها. دونك هذا هو الشكل ديال بيتزا ديال طون، حتى هي كتجي زوينه كل وحده، وكيجي المذاق ديالها مختلف ورائع. دونك دابا هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجوا من الفران، ما كيحتاجوش معكم بزاف غير حيت كيكونوا ديجا طابط لاباط. دونك تخشيهم واحد 10 مينوت غير بما جانس هذاك الشيء وبما داب هذاك الفرماج من الفوق، سي بون، وكتخرجوهم ما كيتعطلوش بزاف. بون كنتمنى يكون عجبكم هاد لي بيتزا اللي درت لكم اليوم، وغي جربوهم راه كيجيو غزالين. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما داروا لاباط وكيخافوا منها ولا شنو، غي جربوا هاد لاباط فريمون غادي تعجبكم بزاف. بون شكرا على المتابعه، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى. باي باي.